ليلة 3 كلاي بي بي جي اختار يتنقل للوطن القبلي في بير بوركبة تحديدا باش يصور فيديو كليب جديد. الرابر التونسي الأكثر نشاطا ما يعرفش يرتاح، فنان وفي الوعود متاعه خاصة لالتزاماته اللي اعطاها للجمهور متاعه. المعدل كليب كل شهر. كما معناها عودنا الناس ديما في كل البوم فما غنيات متاع فرحة، غنيات متاع غش، غنيات متاع معناها حزن. البريود هذايا كالعادة معناها في الفترة متاع الفرحة اخترنا باش نعملو لهم تيتر معناها فرحان بوزيتيف للناس اللي قال اللي فات اللي عندها مشاكل. والبلاصة هذايا اخترناها معناها انت معناها تقول لك كلاي رابير اندر جراوند اختار بلاصة هكايا كلاس وكل هذايا تابع الكونسيبت نتاع الكليب واللي فما مفاجأة في اخر الكليب اللي باش يمشي في باله حاجة باش يضحك على روحه في الاخر وخليها كالعادة فلوس. جديد على كلاي لوكس بيسي دار مضخم وكل شيء، مي كلاي هو بيدو بيب جديد. وممسي نحب ممسي عرس البارح نحب أقوله مبروك خاطر ديريكتومون جاي يخدم معناها خلى برشا حاجات وجاي يخدم مبروك. وقيد فرحة هذا العنوان الجديد اللي بشهبط قريبا. الغنية هي الرابعة في ألبوم بشميتا وقيد فرحة عنوان الغنية في برشا أمل وتفاؤل. غنية أشرف عليها المخرج ريب أسلير. الفترة دي تنجم تصنفه كوميرسيال، تنجم تصنفه في ليغو تري، فما الموزيكا فرحانة معناها الموزيكا فرحانة في تونس يصنفوه كوميرسيال. عنده موما لازم معناها موزيكا هارد باش تتصنف مياش كوميرسيال. نشوفوا معناها التام اللي مخبيه التيتر شنية، نشوفوا البارول شنية، ومن بعد يصنفوه الناس كوميرسيال ولا الغنية جو أفرو تراب، غنية حفالي صيفي، وبطبيعة الرهان إنه الغنية توصل تعمل نفس نجاح غدوة خير وأكثر. إن شاء الله تيتر باش ياخذ حقه إن شاء الله ذي على خاطر الخدمة كسوح كسوح وديجا برشا تعب فيها. إن شاء الله ربي معنا وكاو. وبالمناسبة نحب نهني كلاي بمناسبة عرسه معناها اللي تعدى، وإن شاء الله ربي يرزقه بالذرية الصالحة وديما القدام رانا وجميع النارية. هذا أول كليب بعد فرحة العرس لكلاي. جمع هذه الرابير التونسي كتب صديقه حفلة كانت مضايقة جدا لمت العائلات والأصحاب القراب في واحد من مطاعم المنار. حبينا نخصوكم بالفيديو هذه من السهرية اللي صارت لحد اللي فات. راح عرس احمد واليوم خدمه كلاي معناها البيرسونيل والبروفيسيونيل ما يزموش بعضهم باش نجم نقدم في حياتي معناها الخاصه وفي الخدمه نتاعي معناها هكا. مرتي نقول لها الكلام بيني انا وياه مش في الكاميرا خاطر مرت احمد مش مرت كلاي. كلاي فنان رابير احمد معناها عنده مرت وما جيش باش نقول لها حاجه بالتلفزيون حومه نقعد وزاده ما تجيش العيب عنا. وبالنسبه قلت لي فرحه عملتها صغيره هذاك راهو معناها ماهوش العرس هذاك معناها كتبنا صديق الناس بين معناها بين طلع عرس على خاطر حضروا معناها برشا عباد وفي الفرحه الكبيره مستدعين اللي يحبونا واللي ما يحبوناش نورمال.
نحضروا في كليب كلاي الجديد ان شاء الله بشاب تقرب. موسيقى شين على سيف هيك العاده حاجه بيه هكا ومعناها العباد بالشيخ اللي باش يسمع بشي شيخ. وكليب ان شاء الله حاجه طياره طياره زاده على الاخر. كلاي بي بي جي نتمنى له السعاده والهنا بعد زواجه. في الانتظار برشا نجاح متوقع لجديده وقيد فرحه.